السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، أقدم لكم اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. السند: دق جرس المدرسة معلنا عن وقت الراحة. خرج التلاميذ إلى الساحة فجلس بعضهم يتناول لمجتهم، وتوجه البعض الآخر إلى دورة المياه، وفضل آخرون اللعب والقفز وسط الساحة. الأسئلة: أضع علامة إكس أمام الجواب الصحيح. خروج التلاميذ للراحة واللعب والترفيه، هل هو حق؟ أضع علامة إكس أمام حق أو واجب؟ بعد انتهاء وقت الراحة، لاحظت المعلمة وجود بعض النفايات في الساحة. قدم لزميلك نصيحتين من أجل المحافظة على نظافة المدرسة. وجدت المعلمة الماء يسيل، فأخبرت التلاميذ بما يلي: الماء، أكمل هنا، ويجب، أكمل هنا، عليه لأنه أساس للحياة، أكمل هنا، و، أكمل هنا في مكان النقاط، فلا يجب ترك، أكمل هنا، مفتوحة بعد، أكمل هنا في مكان النقاط. أربط بين شطري الجملة، أربط بين شطري الجملة. أستيقظ باكراً، أراجع دروسي، لا أطيل السهر ليلا، لا أضيع وقتي. الجزء الثاني: لأنه يضر بصحتي، لأن الوقت ثمين، حتى أنجح كي لا أتأخر عن المدرسة. أربط هذه الجمل مع الجمل التي تكمل معناها في الجزء هذا، نربط بسهم. نحاول في التمارين وبعدها نرى الإجابة النموذجية. تصحيح اختبار الفصل الثاني في التربية المدنية. السند: دق جرس المدرسة معلنا عن وقت الراحة. خرج التلاميذ إلى الساحة فجلس بعضهم يتناولون لمجتهم، وتوجه بعض الآخر إلى دورة المياه، وفضل آخرون اللعب والقفز وسط الساحة. الإجابة: خروج التلاميذ للراحة واللعب والترفيه حق أم واجب؟ نضع علامة إكس أمام حق، لأن من حقهم الاستراحة بعد أن درسوا مدة قصيرة من الوقت. بعد انتهاء وقت الراحة، لاحظت المعلمة وجود بعض النفايات في الساحة. قدم لزملائك النصيحتين من أجل المحافظة على نظافة المدرسة. النصيحتين هما: لا ترموا الأوساخ على الأرض. النصيحة الثانية: ضعوها في سلتي المهملات. وجدت المعلمة الماء يسيل، فأخبرت التلاميذ بما يلي: الماء ثروة ويجب المحافظة عليه، لأنه أساس لحياة الإنسان والحيوان والنبات، فلا يجب ترك الحنفية مفتوحة بعد الاستعمال. هذه الكلمات التي يجب أن نضعها من أجل إكمال المعنى هم: ثروة، المحافظة، الإنسان، الحيوان، والنبات، الحنفية، والاستعمال. الإجابة على التمرين الأخير: أربط بين شطري الجملة. أستيقظ باكراً كي لا أتأخر عن المدرسة. أستيقظ باكرا كي لا أتأخر عن المدرسة. أراجع دروسي حتى أنجح. أراجع دروسي حتى أنجح. لا أطيل السهر ليلا، لأنه يضر بصحتي. لأنه يضر بصحتي. لا أضيع وقتي، لأن الوقت ثمين،
لا أضيع وقتي أربطها، لأن الوقت ثمين. وبهذا نكون قد أتممنا الامتحان، وبالتوفيق إن شاء الله.